بسم الله. دلوقتي لو انا عايز اعرف اسم الملف اللي انا شغال عليه، فبقول له اطبع لي exe، تمام، فايل نيم، واقول له شغل، فبيطبع لي الملف دوت موجود فيه، تمام. طيب لو انا دلوقتي عايز اشوف اي كلمة معينة، بقول له سي وبين قوسين وبين علامات التنصيص، بقول له دي هلو وورلد، متفائلين احنا دايما، بقول له شغل، فيكتب لي هنا هلو وورلد، تمام. طيب هبدأ اديله بقى، اقول له جيف، عايز متغير معايا مثلا اكس، واقول له اطبع لي سي، اطبع لي الاكس، واشغل. هو عمل ومستني مني قيمة الاكس، هديله اكس مثلا 444، اهي طلعت معايا. طيب لو انا عايز احط دول في قلب كومنت، تمام، بقول له كومنت بالشكل دوت. طيب عايز اقول له بقى اقرا لي ملف معين، فبقول له ريد، خلينا نقرا الملف اللي احنا شغالين فيه اللي هو اسمه واي دوت ار اي ان جي، اللي هي كلمة رينج. طيب شغل، قرا الملف، وفي الاخر قرا كل حاجة موجودة في قلب الملف دوت، تمام. طيب عايز دلوقتي بقى احط الملف معين، حتى لو هو ملف اكس اي، في قلب متغير نصي، فبقول له سترينج بتساوي سترينج واحد بتساوي، اخليه ياخد القيمة، اقول له اقرا لي الملف اللي هو اكس اي فايل نيم، وعلى من ديت ما دام لونه اتغير يبقى كده هو اتعرف عليه خلاص، تمام. طيب دلوقتي ممكن اقول له مثلا اطبع لي الملف دوت، تمام، او خلينا بدل ما ريد هقول له رايت، اعمل لي بقى ملف، تمام، اهوت رايت، هقول له الملف ده خليه اسمه مثلا 313 دوت اكسي، تمام، وخد لي الملف دوت من الاكسي، يبقى هو كده هينسخ لي الملف دوت، تمام. يعني هو هينسخه لي هنا في الملف اللي انا شغال عليه، هنا ما فيش حاجه هي 313 اكس اي. اقول له بقى الشغل، تمام. طب تعالى كده هتلاقي ان هو عمل لك الملف دوت، نسخ الملف اللي هو شغال عليه اللي هنا، بحيث ان انت تقدر يبقى معاك كوبي منه، تمام. طيب لو انا عندي متغير معين وعايز اتاكد اذا كان المتغير ده فيه قيمه ولا لا، يعني مثلا اكس اكس سيبته فاضي، وعندي الواي هتساوي مثلا ندي اي قيمه. طيب عايز اتاكد اذا كان الاكس والواي دول فيهم قيمه ولا لا، اساس اعمل عليهم علامات حسابيه، اقول له اطبع لي از نال، از نال دي داله بتقول لي اذا كان الحاجه دي فاضيه ولا فيها قيمه، فاقول له از نال اكس، وبرضو اطبع لي is null الواي، تمام، وهبدأ اشغل، تمام. فالاكس فاضية خالص null، فبتديني واحد، الواي فيها قيمة فبتساوي صفر، لان هي مش فاضية، مش null، تمام. ده دي دالة كويسة جدا، بحيث لما تحب تتأكد اذا كان فعلا في قيمة ولا لا.